تلتزم شركة بي بي بدعم التنمية الاجتماعية الاقتصادية المستدامة في سلطنة عمان. يركز برنامج الاستثمار الاجتماعي لشركة بي بي عمان على ثلاثة محاور: التعليم وتنمية الطاقة المستدامة وريادة الأعمال. كما نعلم جميعاً، الكثير من الاقتصاديات العالم تقوم على مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بها، حتى تشير الكثير من الإحصائيات بأن هذه المساهمة تبلغ أكثر من 90% من الناتج المحلي لهذه الدول. برنامج ريادة أعمال يوفر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرصة للتعلم كيف وضع خطة مالية لشركاتهم ولمؤسساتهم، وكيف يتعاملون مع التدفق المالي، ورؤية واضحة ليهم لانتقالهم من مستوى إلى مستوى ثاني. في السنتين الماضيتين قامت شركة بي بي عمان بتنفيذ برنامج خزان لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع صندوق تنمية مشروعات الشباب شراكة. تم استقبال حوالي 250 استمارة، وتم إجراء المقابلات مع 60 رائد ورائدة أعمال ليشاركوا في هذه التجربة. تم اختيار رواد الأعمال لهذا البرنامج حسب رؤيتهم للمشروع بحد ذاته، وكيف بدأوا المشروع، وكيف رؤيتهم في المستقبل لهذا المشروع. جميلة من سمائل وصالح من عبري ونجاح من مسقط هم ثلاثة من حوالي 50 رائد ورائدة أعمال ممن تمكنوا من استكمال البرنامج بنجاح. بدأت جميلة باستيراد وبيع الأبواب الفولاذية منذ عدة أعوام، ونجحت في أن تكون سيدة أعمال معروفة في سمائل. تمكن صالح بعد تقاعده من إنشاء معمل صغير لتصنيع التمور، وقام بافتتاح محل لبيع التمور في عبري، ويتطلع لإيجاد طرق لتغليف منتجاته. وقامت نجاح بافتتاح أول عيادة لمعالجة صعوبات النطق في مسقط بعد أن تركت وظيفتها الحكومية منذ عدة سنوات. كان لدى ثلاثتهم الحماسة والإرادة اللازمتان لإطلاق مشاريعهم بشكل جيد، ولكن كانت تنقصهم مهارات إدارة الأعمال لتنمية مشاريعهم وتطويرها. After the selection process, we have 8 weeks of intense boot camp training, and that's a skill set training in marketing, competitive analysis, developing one's value proposition, and financial control. بما أنه لكل نشاط تجاري له خصوصياته وله ميزته الخاصة، فالاستشارات الفردية تساعد رواد الأعمال في تحديد إيش المشكلة بالضبط في نشاطه، وكيف ممكن البرنامج أو هالتدريب يقدر يتغلب على هالمشكلة وممكن إنه يطوره في نشاطه. قاموا بتدريسنا وتدريبنا على أداة كيف عملية عمل جدولة في العمل، ودراسة الجدوى، ودراسة كيف التعامل مع المنتج، ودراسة كيف التعامل مع الزبون. من الأفكار الجديدة اللي تعلمتها نظمت جدول مبيعات، مشيت كخطة للجدول، توسيعة المحل، توسيعة المبيعات، يعني ما أكون محتكرة في مكان معين، أكون في عدة أماكن أوزع العمل. أنا أخصائية نطق وما عندي خلفية كبيرة كانت عن المالية، وبسبب هذا البرنامج لما دخلت هذا البرنامج كان جداً مهم حالهم إن إحنا نفهم بالتفصيل العمليات الحسابية لأي شركة. كخطة عمل ما أعرفها، بس مساعدة دراستي مع الشراكة وبيبي الحمد لله رب العالمين، حاولت الآن أبدأ بخطة عمل جديدة إن شاء الله تعالى. في نهاية البرنامج سيحصل حوالي 40 رائد ورائدة أعمال على منحة قدرها 5,000 ريال عماني. This is a growth grant and it's a competitive process. So those entrepreneurs who can clearly demonstrate the growth impact upon their business, both the training and the money, will win. التمويل المالي سيمكن رواد الأعمال من إضافة خدمات جديدة إلى نشاطاتهم وتوسيع أعمالهم التجارية.
الخطة العمل إن شاء الله إذا حصلت على 5000 طبعاً إني بشتري شاحنة للنقل الأبواب، لأنه معي الحين سيارة صغيرة بيكاب تنقل فقط 4 أبواب لثلاثة أبواب، من شاحنة تنقل من 10 أبواب إلى 14 إلى 15 باب. أنا حالياً في مرحلة التطور وببغى أطور العيادة من ناحية زيادة عدد الموظفين والتسويق للمنتجات الجديدة اللي بتكون عندنا في العيادة. المبلغ اللي أبيع فيه أستخدمه لشراء آلات ومعدات ومواد استخدامية، لكن إن شاء الله بعد ما أحصل على آلة تغليف أقوم طبعاً أرحل هذه السلع إلى الخارج، إلى أندونيسيا وتركيا. هذه كانت التمور مطلوبة بشكل أطنان يعني. لاحظنا تغير كبير جداً في رواد الأعمال بعد البرنامج، ووجدنا أنهم قادرين على الدخول في السوق والتنافس، وكذلك العمل بجدية لتطوير المشروع. يعمل برنامج الاستثمار الاجتماعي لشركة بي بي عمان على دعم استدامة التنمية الاجتماعية الاقتصادية في عمان. ومما تلتزم به شركة بي بي عمان نحو المجتمعات التي تعمل معها هو خلق فرص أعمال لهذه المجتمعات ورفع مستوى التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق نقل المعرفة وأفضل الممارسات. ما لبثت معرفة شركة بي بي العالمية وخبرتها في نطاق التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الخبرات المحلية أن حققت قصص نجاح محلية، ستكون هذه المبادرات مصدر إلهام للعديد من المبادرات الأخرى في سلطنة عمان.